احنا شركة بيلين هوم للمفروشات الفندقية. احنا مجموعة من الشباب عندنا خبرة في المجال اكتر من 10 سنين. بنوفر ملايات قطنية، الحفة، مخدات صحية، مراتب تطرية، ميموري فوم وبديل الريش، كل المنتجات اللي موجودة على السرير. احنا بدأنا مع جوميا مع بداية ظهور أزمة كورونا، وده كان لسهولة السيستم اللي موجود عندهم وان هم بيقدروا يوصلوا المنتج للعميل بأمان وبسرعة. الموضوع كان سهل جدا لدرجة ان هم اصلا بيبعتوا كمان المندوب من خلالهم ان هو يستلم الاوردر من المكان بتاعنا ويوصله للعميله، ولازم المندوب ده بيكون بيفحص المنتج عند التاجر. كان كل هدفنا ان الفندق الناس بتدفع فيه فلوس عشان تاخد راحة، فاحنا ليه ما نجيبش الراحة دي من زي الفندق بالظبط نوصلها لبيت كل عميل.